صباح الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم زينه. حلقتنا النهارده هتكون عن موضوع مهم بيهم كل اسره في كل مجتمع. دايما كلنا عارفين دايما مع قرب الامتحانات بيكون في حاله من التوتر ومن الخوف، ودايما برضو بتزيد عن ما يكون الامتحان ميعاده قرب. فالنهارده احنا موضوعنا هيكون عن الثانويه العامه. طبعا الثانويه العامه عامله تعمل دايما رهبه في كل بيت في كل انحاء مصر، يعني مش في بيت معين بس، اي بيت بقى فيه ثانويه عامه الخوف بيزيد، القلق فيه بيزيد، دايما في حاله توتر في البيت كله، وخصوصا كمان ان احنا في شهر رمضان، في صيام في سهر، فالخوف هيزيد اكتر والقلق هيزيد اكتر. فحول هذا الموضوع الهام هيكون معانا دكتور سحر شوشان، استاذ مساعد التطوير في المناهج. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيكي يا فندم، صباح الخير. صباح النور. في البداية نحب أعرف من حضرتك إزاي نقدر ندي نصايح للطلاب إنهم يستعدوا لفترة الامتحانات؟ خليني أقول لحضرتك إن دايما طلابنا بالذات في الثانوية العامة يعني عليهم ضغط نفسي بلاس يعني المواد الكتيرة جدا اللي بيدرسوها في الفترة القصيرة، فإحنا بنعتبر إن رمضان بالنسبة لهم هو learning for fun، هم واخدينه أجازة، ولكن ده حقيقي يعني أمر مش حقيقي، ولكن هناك بعض الساعات اللي بتبقى المذاكرة بتحقق فيها معدلات أكتر في التحصيل الأكاديمي، زي مثلا قبل الفطار. أوكي، في بعض بيتساءل إزاي قبل الفطار والناس بتكون مش مركزة وأولادنا مش مصايمين، ولكن بيكون أعلى حالات النشاط العقلي والتحصيل الأكاديمي في ساعات الصيام. تخيلي حضرتك، يمكن ده اللي الساده المشاهدين ما يعرفوش. خليني اقول لحضرتك ان ستارتنج احنا مش هنقدر احنا نبقى اولادنا من مشاهده بعض المسلسلات، بعض الافلام، بعض يعني مظاهر الاحتفال بشهر رمضان، بصلاه التراويح ما الى ذلك، فخلينا نبدا المذاكره ما بين 12 بالليل او من واحده الى صلاه الفجر اللي هو يسمى بوقت السحور. اوكي، برضو بيكون هناك يعني معدلات اكتر لانه كل ونسبه السكر بقت افضل والعصير، وبالتالي هو حاسس ان عنده 4 ساعات كويسين جدا جدا، بلس لو خدنا 3 ساعات قبل الفطار فانا عندي 6 ساعات او 7 ساعات، واعتقد ده فتره كافيه تماما للتحصيل الاكاديمي. لكن انا مش عايزه اولادنا او الاسره تحط جدول لاولادها، يعني هم في ثانويه عامه كبروا بقى، فما فيش تاني مامي تقول له لازم تذاكر النهارده 4 مواد و3 مواد انسان وهكذا، ولكن خلينا نترك ليهم الحريه باعتبار انهم كبروا في التحصيل. هو كبير كفايه ان هو ينظم وقته طبعا. يعني انا ساعات ممكن انام بطبيعه شغلي زي اي ام مصريه، فانا عندي ابني في ثانيه بيذاكر وهكذا، وبالتالي احنا بنراقب تصرفات اولادنا الاكاديميه وبنتابع تحصيلهم الاكاديمي دون التدخل في وضعهم، من غير ما نحسسهم ان هم عليهم ضغط. هم عليهم ضغط حقيقي عشان نكون صادقه مع حضرتك، بس هم ما نحسسهمش بقى كده. لا بس هي مشكله الام المصريه يعني حقيقه، خليني اكون صادقه مع حضرتك، ان احنا قلقانين جدا على اولادنا في الثانويه العامه، رغم ان هناك قرارات تم اتخاذها حقيقه هذا العام لصالح طلابنا في الثانويه العامه، اعاده توزيع الدرجات بقى عندنا 80% في الام سي كيو كويشنز الاسئله الاختياريه و20 على السؤال المقالي، ده ما كانش موجود قبل كده. عندنا احتساب الخطوات في بعض مسائل الرياضيات الماس، اوكي كان بيتم الاحتساب على الدرجه النهائيه او سوري الخطوه النهائيه، دلوقتي اصبح كل الخطوات اللي بيقوم بيها الطالب يتم احتسابها، وده نوع من انواع المساعده للطلاب في الثانويه العامه. خلينا نقول لحضرتك ان الترم ده هناك تدريب لطلابنا على كيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه باعتبار ان التصحيح الكترونيك، وبالتالي في سؤال مقالي، فده مختلف عما كان في الثانويه العامه. اذا هناك اتجاه يعني واضح جدا من وزاره التربيه والتعليم لتلافي كل العيوب والمشكلات التي حدثت في الثانويه العامه العام الماضي. طيب عايز حضرتك تديهم نصايح ازاي يواجهوا الصعوبات اللي بتواجههم في رمضان. بص بقى، يعني المشكله في رمضان ان هم بيبقوا عايزين يذاكروا طول الليل وطول النهار يكونوا نايمين حقيقه يعني، ولكن ده يعني لا يتفق مع طبيعه هذا الشهر الكريم. اوكي، يعني اعتقد ان وجود الصلوات الخمسه بلس يعني يعني الصلاه بعد العشاء وما الى ذلك هي نوع من التهذيب الروحي لاولادنا. اوكي، فانا كأم ما اقدرش ان انا ابدا اتحكم في حياتهم بشكل كبير، وما ينفعش ان يكون طول النهار نايم وطول الليل صاحي، وجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. اوكي، وبالتالي خليني دايما اقول لهم انا عايزاك تذاكر شويه قبل الفطار وتذاكر شويه بعد، يعني ينظم يومه. ينظم يومه، لكن ما ينامش طول الليل، طول الليل صاحي ناسفه وطول النهار نايم، ودايما اصلا تبقى ساعات اللي هي على بعض في المذاكره بتبقى التركيز بيقل طبعا. لما يكون الساعات طبعا متقطعه اكتر طبعا بركز اكتر، المعلومه تثبت في النجي اكتر. اكيد. بص فندم، انا لما اقعد 5 6 ساعات نسبه التحصيل الفعليه 2 ل3 ساعات.
أو. اوكي، وبالتالي انا ما بقيس بالكم. يعني بالمناسبه انا ما اقدرش اقول ان لو ابني قاعد طول الليل يذاكر او بنتي اوكي 7 8 ساعات اذا هو اكسلنت، هو ممتاز. لا طبعا، انا بعتمد على ما يسمى بالتحصيل الاكاديمي alright عشان اعمل ايفالويشن، تقويل، وابدا اشوف ايه اللي انجزه وايه اللي ما انجزوش. ممكن اولادنا يقعدوا 5 6 ساعات وتقول انت خلصت كام فصل النهارده، يقول لك يا مامي هم ورقتين alright. اذا ليس بعدد الساعات وليس بكم المعلومات بالمناسبه يعني alright. انا يهمني قوي مش الكوانتيتي، الكواليتي اوف اديوكيشن، جوده التعليم. ايه اللي انا اخدته؟ لان احنا عندنا اولادنا اصبحوا بيستخدموا ذاكره المدى القصير. الولد يخلص الامتحان كانه مستخدم ذاكرته فور تاسك لمهمه معينه، تيجي تسالي يقول لك يا مامي انا نسيت، اصل الامتحان خلص alright. وده احنا مش حابين، واحنا بندي معلومات لتستمر معاهم طول العمر اوكي وليس لاداء مهمه اكاديميه. بمجرد الامتحان ما يخلص تسال ابنك او بنتك يقول لك خلاص الامتحان خلص، او المفروض دي معلومات هم يكملوا بيهم حياتهم. طبعا يفهم طبعا، لان احنا في التعليم بنبني، يعني في سنه اولى بنكمل، سنه ثانيه بنكمل، سنه ثالثه حتى ايفن في الانجليش بنبدا نعمل سمب او سمري. كل اللي خده في 3 سنين بنجيبه مجمع في ثالثه ثانوي، بلس ان احنا بنزود شويه فيكابرز وريتيفر عشان ابدا احصل اكاديميا واعمل عمليه الايفالويشن التقويم في نهايه السمستر. وبيبقى موضوعها تواصل، يعني احنا اللي هو خد مثلا في حاجه في مثلا في بدايه الابتدائي، خد حاجه في اعدادي، كل مره بيتوسع اكتر عشان يبقى عنده معلومات يكمل بيها حياته. ما احنا فعلا بصي احنا بنعمل ايه؟ مرحله الكي جي اوكي مش مسموح لنا نخلي اولادنا يستخدموا قلم ورقه، لان 4 ل5 سنين عضلات ايديه غير قادره على استخدام القلم ورقه بشكل كبير اوكي. وبالتالي لما تدي له يعني اكسترا كل شويه واجبات 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 واجبات، وده بناء على طلب الام. عايزه الولد لسه في كي جي 1 ياخد كميه معلومات كبيره جدا، مع ان كده كده هو هياخدها يعني مستعجله بس alright. يجي في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي يقول لها مامي ايدي وجعاني مش قادر اكتب، لان هو عمال طول الوقت محمل بكميه واجبات كتير جدا. نيجي لثالثه اعدادي احنا بنزود الانفورميشن المعلومات وبنزود المنهج وبننوع في اساليب التقويم والميثودولوجي اللي هو هاو تو تيتش، ازاي ندرس لهم طرق التدريس بتاعتهم حسب المرحله العمريه. لان في بعض يعني مثلا الكي جي ما اقدرش ادي حاجات كتير عشان احفظها اوكي، انا عايزاهم يستمتعوا، فبعتمد في الاديوكيشن في التعليم على الفلاش كاردز، الالوان اوكي، الحاجات اللي بتجذب انتباه الطفل علشان يروح الحضانه بتاعته يبقى مبسوط. حتى حضرتك بتاخدي بالك ان في رسومات وحاجات كلها كالرز وبتاع في الكي جي علشان تو اتراكت ذا اتنشن، وحببهم كمان في الدراسه طبعا، ولازم الميس يحبها. يعني في كي جي 1 بالذات لازم يعني اطفالنا صغيرين حبايبي الجمال دول بيبقوا مرتبطين جدا بالميس بتاعه الحضانه لدرجه ان مامي تقول له مش هتروحي، لا لا انا عشان الميس انا بحبها alright. نبدا نتحرر شويه، نخش مرحله البرايمر الابتدائي، نبدا نزود كميه المعلومات لان القدرات العقليه بتاعته بدات تنمو ومستوى التحصيل بدا يبقى اعلى، وبالتالي انا هعمل بالانس احط شويه معلومات بلس ان هو بدا يعني في زياده في نسبه ادراكه عاليه اكتر. طبعا نيجي بقى في الثانويه العامه عنق الزجاجه، ودي بقى المشكله الكبيره عامله هاجس في كل البيوت طبعا. حقيقه انا مشفقه جدا على اولادنا، خليني اقول لحضرتك باعتباري استاذ في الجامعه، الجامعه والاكاديميات والمعاهد، وده يمكن انا بقرره في كل لقاءاتي، مفتوح للجميع. لم تعد الثانويه العامه هي المصدر الوحيد لدخول الجامعه بالظبط او للمعاهد او للاكاديميات. عايز حضرتك ان طلابنا في النيرسنج في مدارس التمريض بيخشوا كليات تمريض، طلابنا في الدبلوم التجاري او الصنايع فرصتهم اعلى اوكي ان هم يلاقوا معاهد، بل بالعكس هو معاه شهاده يقدر يشتغل بيها. لكن الثانويه العامه ان لم يستكمل دراسات في الجامعه او في المعهد او في الاكاديميه بيضطر ان هو يعمل كارير بقى ويحول صنايع او تجاره، لان هو ما عندوش شهاده تمكنه ان هو يجد فرصه عمل ان لم يلتحق بالجامعه واحدى كلياتها. طيب المشاكل بقى اللي حضرتك قلت عليها اللي هي في رمضان، ازاي بقى نتفاداها؟ بص يا فندم، دايما الام المصريه ذكيه اوكي، فبلاش الضغط alright وبلاش الجدول، يعني تطلق له العنان. ولكن انا ما عنديش مشكله ان انا قبل رمضان بقعد مع ابني او مع بنتي، بالذات حسب المرحله العمريه وحسب المرحله الدراسيه، لان في الثانويه العامه ليها استعدادات، في اعدادي ليه استعدادات، في الابتدائي ليه استعدادات، والكي جي ليه استعداد، وبالتالي مدى مناقشه الام مع الاولاد بتختلف. هي بتبقى سنه مصريه دايما طبعًا. اي حد يعرف ان الثانويه عامه يقول له سنه مصريه، وهي الام المصريه هي حرام يعني من قبل ما بتبدا الثانويه العامه السنوات اللي بيتم حجزها في الصيف، فحضرتك تعلمي يعني من شهر 5 تقريبا،
والولد لما اقولها عندي تدريب في نادي تقول له ما فيش نادي، انت عندك ثانويه ثانويه عامه. وده برضو حقها يعني. احنا ليه؟ لان اولادنا يعني مش مدركين مدى قوه هذه السقف وتحكمهم في مصالحهم. هم لسه مش مستوعبين ان هي مهمه ازاي. طبعا طبعا، وده امر طبيعي يا فندم. يعني انت عارفه المرحله الثانويه العامه مرحله خاصه بالمراهقه، وبالتالي اهتماماته بتختلف، اتجاهاته بتختلف، والام ما بتكونش مسيطره بدرجه كبيره لان هو كبر، فمش هتاخد الوصايه اللي هي متعوده عليها، لازم تذاكر ولازم تصحى بدري ولازم تقوم بدري. هيحس بالتحكم بقى. التحكم، فهيرفض الكلام ده، ولا يا مامي سيبيني انا عايزه انظم وقتي وبليز مالكيش علاقه وانا متحاسب بالنتيجه. وده الكلام الكومن اللي الناس كلها بتعاني منه. طيب اعمل ايه؟ لو انا عندي ابني في الثانويه العامه خليني اقول له دايما انت نفسك تدخل كليه ايه؟ الله لو تبقى دكتور، الله لو تبقى طب تحفيز. يس، تحفيز ايجابي، موتيفيشن، دافعي، ازود الدافعيه بتاعته. طب بص انت لو عملت كذا انا هعمل كذا، وهنعمل كذا، وليك مكافاه كذا، وايه اللي انت بتحبه، ويا ريت ما تمنعوش من الرياضه. يعني يا ريت برضو بمناسبه رمضان، لان احنا الاكل والصيام والحاجات اللي حضرتك عارفاها دي، اوكي، فاحنا مش عايزين يكون في عندنا سمنه مفرطه ويبقى الولد يعني يا حرام ياكل ولا مامي مش قادر اذاكر، لان الاكل حضرتك تعلمي بعد الفطار بيبقى الموضوع صعب شويه. فبالتالي لا يعني سبورت، تدعمه، عايز يروح النادي يروح النادي، ايه المشكله؟ بس وان داي بير ويك، يوم في الاسبوع. alright، عنده حاجه رياضيه مهتم بيها، لان الرياضه عامل اساسي alright ان هو بيتزوده ويكون عنده ما يسمى بزياده الدافعيه نحو التحصيل الاكاديمي، وبالتالي هو انسان من حقه يعيش حياته. ما اقدرش بعد ما يعني ما يفطر اقفل كل تلفزيونات البيت، اخد من التليفون، واخد التليفون منه، وده العقاب الكبير بقى بتاع الانترنت. alright، يعني عايز اطعق بيه، خدي منه الموبايل، خدي مني الموبايل او افصلي الراوتر، اوكي. ولكن احنا عندنا في الوقت الحالي التعليم قائم على الانترنت، على تكنولوجي. alright، ده للام المصريه لازم تعرفه. يعني هو بيكون فعلا بيستخدم اللاب او الايباد بتاعه، اوكي، في تحصيل اكاديمي، لان الكويشنز بتاعتنا، الاسئله ونظام التقويم والماده مبني على نظام جديد، موجوده على الايباد بتاعته. alright، ولكن دايما الام تبقى شايفه ان الولد قاعد مع الايباد، اذا هو مش بيذاكر، ده جرى العرف على كده. ولكن النظام الجديد في التعليم كل المحاضرات اونلاين، alright، الماده العلميه متاحه في كل المواقع، والدكاتره بيشرحوا الحاجات على الاونلاين وكده. طبعا ودي حاجه كويسه جدا. خليني نقول لحضرتك، احنا مش محتاجين في رمضان ان اولادنا يروحوا المدارس او حتى ايفن الجامعات. وحتى في اتجاه كبير في الجامعات حاليا في مصر ان كل معظم الحضرات حتى ايفن في شهر رمضان انها تكون اونلاين، عشان ندي فرصه لاولادنا ونقلل التكدس على المواصلات ونقلل الضغط النفسي والصيام، ان هم يكونوا تواتاند، ان هم يحضروا ليكتشرز المحاضرات بالذات في شهر رمضان، لان انا عندي بديل، وبديل اثبت كفاءته وهو التعليم عن طريق الانترنت. فايه المشكله انه يحضره؟ هيوفر وقته ويوفر مجهود. طبعا يا فندم، طبعا وقته ومجهوده ده يستفاد بيه اكتر وهو قاعد في البيت بيذاكر، وممكن يجي المحاضره وللاسف هو صايم فمش حابب يكمل المحاضره، الريت تركيزه قلت خلاص، خلاص انا تعبان، مفيش بقى ميه، مفيش اكل، بعيدة طبعاً. ده جاي من مواصلات كمان، يعني احنا في طلبه بيجوا لنا من محافظات بعيده، فاحنا بنبقى مشفقين عليهم. اذا انا عندي بديل وعندي محاضرات مسجله بالمواد بتاعتهم، لازم يعني اجد مصادر بديله للتعليم. وبالتالي احنا عندنا مصدر انترنت، فايه المشكله ان انا ما اضغطش على اولادي انهم يروحوا المدرسه، واخفف العبء على المواصلات والسيوله المروريه والضغط النفسي والصيام لاولادنا، ويبداوا ياخدوا المحاضرات عن طريق الانترنت او الاونلاين في اي وقت هم على استعداد لعمل الدراسه. لما يبدا يذاكر فيحط المحاضره ويبدا ياخد البين والبيبر وياخد الملاحظات ويكتب المين بوينتس بتاعته، ويبدا يسمع المحاضره او الحصه بتاعته بذات طلاب الثانويه العامه عن طريق الانترنت. ايه المشكله في كده؟ بل بالعكس، هو خلاص فطر وبقى كويس وهادي وريدي تو ستادي. طيب حابه اخد مكان بقى حضرتك، الامتحانات هتكون ازاي عن طريق الانترنت؟ بص يا فندم، الامتحانات عن طريق الانترنت هي ليست جديده في مصر، احنا بقى لنا تقريبا 3 4 سنين واحنا ماشيين في هذا المجال، خاصه بعد جائحه كورونا يعني. ولكن الجديد هو كيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه هذا العام، باعتبار انه في بعض الاجزاء احنا عندنا في اللغه بشكل عام 4 مهارات، 4 سكيلز. كان في مهاره رايتنج سكيلز اللي هي السؤال المقالي، غير موجوده بالنسبه للاسئله الاختياريه، ولكن كان هناك بعض الاسئله بتقيس بعض المينتال اباليتيز، القدرات العقليه العليا، زي الاستنتاج والابتكار وما الى ذلك، وليس الحفظ والتلقين. وبالتالي عايز اقول لحضرتك ان وضع الورقه الامتحانيه هذا العام سوف يكون مختلف، وده اكبر وزاره التربيه والتعليم، ويمكن اعلن ذلك الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم الحالي، ان هناك تدريب لطلابنا ولمدرسينا على كيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه في حاله انقطاع الانترنت.
هل هتظهر الجزء البديل اللي هو الامتحان عن طريق البين اند بيبر في حالة انقطاع الانترنت، ولا هيتم ايه؟ ولكن كل ما تم اعلانه هو اعادة تقسيم الورقة الامتحانية، اعادة توزيع الدرجات، تدريب الطلاب واعضاء التدريس او المدرسين على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية في الثانوية العامة. وخليني اقول لطلابنا وابشرهم ان طلاب الثانوية العامة هذا العام ليهم نصيب الاسد، لان النظام الحالي او الوزير الجديد يعني اعتقد وبشكل قوي ان هو هيحاول انه يتجنب كل المشكلات، بلاش نقول الاخطاء، اللي حصلت في السنه اللي فاتت. وكمان غير كده المدرسين والمدرسات خدوا خبره كمان اكتر من الطلاب، لان هو ده المهم، ان المدرسين هم اللي ياخدوا خبره اكتر. طبعا لان هم مجرد الخبره اللي هم اكتسبوها هيدوها للطالب، فخلاص فالدنيا هتمشي مظبوط. خليني اقول لحضرتك ان المدرس هو الاساسي، انا ما اقدرش اطور في المناهج او اطور في الايفالويشن في التقويم او حتى دخل انترنت وات ايفر اوكي من غير ما المدرس يكون على علم بهذا الكلام. وبالتالي لما وزاره التربيه والتعليم تقول ان في دورات عشان ندرب المدرسين والقائمين على العمليات التعليميه في كيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه، فالوزاره تدرك تماما يعني اهميه المعلم انه يقدر يعني يشوف ازاي يتعامل عشان يدرب الطالب في كيفيه التعامل مع الورقه الامتحانيه. وخليني اقول ان دي يعني هذه القرارات اللي تم اتخاذها مؤخرا من قبل وزير التربيه والتعليم هي قرارات حقيقه، او عوده السؤال المقالي، هي انصاف للطالب المصري في امتحان الثانويه العامه. طيب بالنسبه بقى للامهات والاهالي، دايما بقى عندهم حته ان انا ايه تحفيز، بس عن طريق ايه؟ انا عايزاك احسن واحد في الفصل، انا عايزاك الدرجات كلها تبقى الفول مارك كده. ده بيبقى تحفيز سلبي ولا ايجابي؟ المقارنات تحفيز سلبي خالص، لكن انا ما اقدرش اقارن ابدا اولادنا بابن طنط، بابن خالتي، بابن الجيران، وات ايفر. انا ماليش علاقه بالمقارنات، لان احنا عندنا في التربيه ما يسمى بالانديفيدوال سكيلز، الفروق الفرديه. حضرتك عندك اربع اولاد، الاربع اولاد ليسوا بنفس الكفاءه الاكاديميه والتحصيل الاكاديمي. يعني احنا مثلا على سبيل المثال احنا ست اخوات، اورايت، يمكن انا الدكتوره الوحيده في البيت، اوكي. اذا في طالب او في بنت عند حضرتك من اسره شاطره جدا، هي بتحب تذاكر، في احد ابنائك مش بيحب يذاكر، التحصيل الاكاديمي بتاعه منخفض نتيجه لانخفاض يعني القدرات العقليه الخاصه بالتحصيل الاكاديمي. ممكن يكون شاطر جدا جدا في العمل الكوره مثلا، جدا جدا وموهوب، رايت، لكن في التحصيل الاكاديمي لا، اوكي. فانا ما اقدرش ان انا يعني اقارن كل شويه اولادي، لان بيجيب نتيجه عكسيه، اورايت. ويبدا الولد يكره المدرسه، وتقول له الترم الاولاني يعني بنت طنط جابت كذا وانت جبت اقل منها، وبالتالي يتولد جواه شعور ان هو مش ناجح في العمليه التعليميه، right. ولكن الافضل تقول له انت جبت درجه وحشه الترم الاولاني، او بعض المواد ما كانتش النتيجه مرضيه بالنسبه لي، واتمنى انك انت تكون قد المسؤوليه وتشوف ايه المشكلات اللي حصلت عندك في الترم الاول، خلت في خلل في التحصيل الاكاديمي بتاعك او التقديرات بتاعتك، علشان الترم الثاني نبدا نتجنب، وتبقى سبورت لي مدعمه، اوكي. لكن احيانا في بعض انواع العقاب المهمه، يعني انا مش هفضل اطبطب طول الوقت، اوكي. احيانا حضرتك بتقسي على ابنك شويه، لانك شايفه ان البيفير السلوك بتاعه مش ماشي زي ما انت عايزه، اورايت. انت حضرتك بتراقبي العمليه التعليميه عندك في البيت، لان الام المصريه بتبقى واخده بالها كويس جدا من اولادها، وشايفه مين بيذاكر ومين مش بيذاكر بالمناسبه. فبالتالي انا عندي اكسبكتيشن، توقعات، ان نتيجه لانخفاض التحصيل الاكاديمي في الترم الاول ان الولد هيرفع مستوى التحصيل بتاعه بالمذاكره، بالكورسز، بالدروس، وات ايفر، الترم الايه التاني. يحصل ان الولد يبدا يبطئ شويه من الدافعيه بتاعته، تقوم والدته هنا اورايت تبدا تلومه، انت جبت درجه وحشه، اصحابك كانوا افضل منك في الفتره دي، انا مش هسمح ان انت تجيب درجات وحشه تاني، اورايت. نوع من انواع التهديد الغير مباشر، يبدا يرجع تاني يحسن المسار بتاعه، اورايت، ويبدا يشد على نفسه في المذاكره، لان مامي خدت بالها ان انا بعد ما كنت ماشي كويس بديت ان انا اقلل من التحصيل. فما فيش مشكله خالص ان الام يعني، وبالذات الام المصريه، احنا عايزين نقول ان في الثانويه العامه دورها بيقل، عشان نكون صادقين، لان الولد بيكون كبر واعتمد على نفسه اكتر طبعا، فهي مش هيتقبل كل شويه انها يعني تتحكم وتتحكم فيه. خلاص يا مامي قلتي لي، خلاص يا مامي انا واخد بالي، خلاص يا مامي انا ممكن تلاقيها قصدها ان هي تشجعه، بس هو ياخد الكلام بطريقه عكسيه. هي المفروض انها تشجعه بحاجتين، لاما ان انا اكون اخد موقف بالفعل اكشن، اوكي، انا ممكن ما اكلموش، ممكن في حاجه هو بيحبها اقول له لا انا مش ما فيش مروح للنادي خلاص، لان بديل النادي انه يذاكر، فانت مش بتذاكر فما فيش نادي، اورايت، انترنت للمذاكره فقط،
لان هو عنده حاجات تاسكس كلها انترنت اونلاين، فمحتاج الانترنت alright. لكن في بعض الامهات للاسف الشديد يعني بتبدا العقاب بدني ولفظي وعقاب صارم جدا. عايز اقول لحضرتك ان في هذه المرحله الاقي ما بيجيبش نتيجه، لدرجه ان اولادنا في الثانويه العامه لما بيمتحنوا الامتحان في بعض الطلاب ينتحروا، في بعض الطلاب بيبقوا خارجين منهارين، في بعض الطلاب يعني عندهم عدم ثقه بالنفس. وبالتالي انا مطلوب مني كأم في مرحله الثانويه العامه هم اصلا بيبقوا داخلين عندهم الرهبه وخايفين جدا. ليه؟ لان مامتهم ضغط عليهم في البيت، بلس ان هو حاسس برضه بالمسؤوليه. خليني اكون صادقه مع حضرتك، هو عارف ان هو لو جاب درجه وحشه هيروح فين برضه بالمناسبه، ولكن هم اوريدي مكبلين بمنهج كبير بفتره زمنيه ليست كبيره. حضرتك شايفه الترم الثاني كله اعياد واجازات، المنهج اكبر بكتير من الفتره اللي هم مديها لهم. دي حقيقه، دي حقيقه. وده برضه خلينا نقول احنا كخبراء في التربيه ضد ان انا ازود كميه مقررات اوكي لا تتناسب مع وقت التحصيل، ولازم ادي يعني اطلق العنان للمدرس زي دكتور الجامعه. انا كدكتوره في الجامعه عندي الكتاب بتاعي ممكن اقرر 4 فصول أو 3 فصول alright. مش لازم الطالب ياخد كل الكتاب الجامعي بالمناسبه، ولكن انا يهمني ان البارس اللي انا اديتها ان هو اتقنها وان هو عنده مصادر سورسز ثانيه ويقدر يعمل تحصيل اكاديمي. فاهمين؟ بس طيب دلوقتي عشان احنا خلاص في نهايه حلقتنا، حابه حضرتك تودي يعني نصايح تكون سهله وتكون واضحه لطلاب الثانويه العامه، وان احنا والطلب وكل الطلبه اللي هم مجبرين على الامتحانات بعد رمضان، وان احنا نطمنهم يعني من الامتحانات ونديهم نصايح. اولا الامتحانات هتكون بسيطه، هتكون فيها اسئله متنوعه، لان احنا بنقيس عدد كبير جدا من المهارات وبنقيس عدد من المينتال ابيليتيز ليفلز، المستويات العقليه المختلفه او المعرفيه المختلفه. خليني اقول ان لازم ان احنا نذاكر حتى ايفن ساعه قبل الفطار بلس بعد الفطار. ممارسه الرياضه جزء مهم جدا جدا، اعاده تنظيم الوقت مهم جدا جدا، ان انا يعني ما اجمعش كميه من الواجبات في نفس يعني الاسبوع، خليني ابقى ابديت يعني يوم بيوم عشان ما يترقمش عليا كميه المعلومات. ان الام هي الاساسيه في عملية التحصيل في الثانوية العامة، هي المدعمة لأولادها alright. وبالتالي خليني أكون بتوين ما بين أن أنا أشد في أوقات اللي أنا تحتاج أن أنا أشد على أولادي للاهتمام بالمذاكرة بالزبط. وأكون متابعة ليس أكتر لما يتم تحصيله واتجاه أولادنا في المذاكرة. كل سنة وأنتم بخير وسعادة. وحضرتك طيبة كده، احنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. احنا استفدنا جدا من دكتور سحر وإدينا نصايح لطلاب الثانوية العامة وأي طالب عنده امتحان بعد فترة رمضان. وفي نهاية حلقتنا أحب أشكركم جدا وأحب أشكر دكتور سحر. أقابلكم إن شاء الله يوم الأربعاء الجاي في برنامج زينة.